أزمة الكورونا لم يتخلى المسرح الوطني محي الدين بشطارزي عن عشاقه ومحبيه، ظل قريبا منهم رغم إجراءات الحجر المنزلي، فكان للعروض الافتراضية الحيز الأكبر من اهتمامات إدارة المسرح الوطني. المسرح الوطني الجزائري منذ مدة، منذ أزمة كورونا، كان يعني قام بعدة برامج وأنشطة افتراضية، سواء كانت هذه النشاطات كانت عبارة على بث مسرحيات للمسرح الكبار والصغار أو مسابقات للأطفال، عبارة على الحكواتي اللي راح يكون هناك حلقات يعني كل يوم. عروض نوعية قدمها المسرح طيلة فترة الحجر الصحي، فشكلت الأرضية الافتراضية مسرحا تفاعليا للجمهور من خلال تقديم عروض على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ولم الحكايات تنمي عندها الدور يعني تربوي الثيرابوتيك، يعني قد تكون كوسيلة يعني تبعد شوية يعني الضيقة وتبعد يعني أمور كبار. بين سلسلة الحكواتي والمهرجانات الافتراضية وحتى العروض، يروج المسرح الوطني لاستراتيجية الثقافة ببيتك حتى يكون قريبا من جمهوره وعشاق أبي الفنون.